في فقرتنا هذه معانا نوفل عطار، أول فتاة كويتية تصمم وتطور تطبيق وتشاركه في الأبل ستور. راح نتعرف عليها وعلى التطبيق الخاص فيها والتعاون بينها وبين شركة أبل. طبعاً حياة الله نوفا معنا. الله يحييك. مساك الله بالخير. مساك بالنور. احنا قلنا لازم كل واحد ويا موبايله. كل واحد يطلع موبايله. ما يرضون. قالوا لنا ممنوع تدخلون موبايلكم. فاحنا طبعاً يعني فرصة بأن نقول إنجاز لفتاة كويتية ودخلتي الأبل ستور بأكبر شاورما. أكبر شاورما. أحب الصوف. شو كنت يعانى لما فكرت فيه؟ شوي أنا كنت يعانى. واضح تحبين الشاورما. الشاورما. شرحي لنا الفكرة هذه، شاورما سماش. اي شاورما سماش yeah. اكيد تعرفون لعبه كاندي كراش. نعم. هي عباره عن كاندي كراش بس اكلات عربيه واكلات عربيه المشهوره اللي احنا في 22 دوله عربيه، فنحن نبي نوصل حق كل هالدول ونبي اكلات معروفه يعني معروفه لهالدول. فنخترنا الشاورما والحمص والقهوه التركيه والبقلاوه والبسبوسه، كل الاكلات يعني كل الاكلات الموجوده. نعم. احنا بالكويت شنو اخترتي؟ لا الاكلات الاكلات العربيه المعروفه يعني احنا وين تروح يعني كل من ياكل شاورما وحمص. مره ثانيه نبي كويتي. ان شاء الله. ومكبوس ودقوس واشياء. في دقوس بطل يطقينه عشان تروحين ليفل الثاني، دقوس بطل. طبعا لازم ننزل اللعبه زي اذا بنزلها. شنو اسم ال شاورما سماش؟ على طول. اي على طول شاورما سماش. في هذا المسمى. من وين جاتك الفكره نوفا؟ يعني شو اللي خلاك تفكرين تخترعين لعبه؟ بديت دراسة أدرس هندسة كمبيوتر. نعم. وزوجي مهندس كمبيوتر أصلاً. نعم. عنده ماجستير، فهو اللي أصلاً حببني بالتكنولوجيا. كنت أكره التكنولوجيا بشغل غير طبيعي يعني. نعم. حتى رفيجاتي معي اللي كانوا معي بالجامعة يعرفوني أني كنت أكره التكنولوجيا. كنت يعني أقول شنو، لا أنا بسوي كل شيء بورقة وقلم، يعني أنت وايد لا ما أحب هذا الشيء. فهم حتى استغربوا شلون. فظليت سنتين ادرس كودينج واقعد افهم وابي اعرف اكثر عن التكنولوجي. لان وين ما نروح في تكنولوجيا، تليفون، الكمبيوتر، الحين خلاص حياتنا كلها. اي حياتنا كلها، حتى الحين التي في اللي على الايربلين كله تاتش وكانه ايباد بس على التي في. فابي اعرف اكثر عن هالشيء وانا وايد احب اقرا، فقلت خل اقرا شيء يعني افهمه زياده. فبديت اقرا، دشيت الكودينج وابي اطور شيء، ابي اسوي شيء. فقلت شنو اقدر اسوي شيء بالاي تي؟ حلو. هذا اللي وين جت الفكره اني اسوي اي كريت ا جيم. بس شنو الجيم اللي بسويها؟ لان في وايد العاب موجوده وفي عالم. نعم. كبير. فقعدت اناقش الموضوع مع زوجي، نقعد نسولف شنو يعني هو الداعم لك. اي شلون هو داعم للمرأة. ممتاز. فقعدنا نفكر شاورما، ما ادري لان احنا وايد كنا نقوم نص الليل نروح ناكل شاورما عشان تجربون اللعبه. تجربون الشاورما. لا نقوم نص الليل عادي سواعد الفير نقوم يلا خلينا نروح ناكل شاورما. ما شاء الله. فان انا صار لا يعني الشاورما صار شيء مهم. نعم والله هو مهم. فقلت خلينا نستخدمه يعني خلينا نستخدم الاكله. فنفكرنا شلون. كاندي كراش لعبه وايد مشهوره. صحيح. وما في العاب اللي يعني موجهه حق دول العرب. ويلعبها الكبير والصغير. ما شاء الكلتشر والثقافة العربية. إيه الكلتشر مو إيه كلش مو موجودة. وإذا في ألعاب يعني طفولية جدا وايد إحنا نقول ألادن ديزني يعني مو شيء حق يعني المجتمع العربي. وريلي يموت على فيلم ألادن. فإحنا قلنا لا نبي نسوي شيء يعني أنا قلت لا أبي أسوي شيء أنه المجتمع العربي يقدر يحس قريب له يعني بالاشكال. يعني احنا حاطين برج الكويت وبرج التحرير وبرج خليفه وبرج دبي يعني وبنحط اشياء اكثر يعني بنحط قطر والبحرين والاردن يعني كل دول العربيه راح تكون موجوده. نعم. فكل عربي راح يقدر يحس انه هو يعني قريب من اللعبه. لا هو شيء حلو. انزين الحين شلون تم التواصل مع شركه ابل وشلون يعني تم ابرام العقد مثل ما يقولون؟ احنا بدينا اول شيء انا اول شيء بديت مع جوجل بلاي. ممتاز. مع الجوجل بلاي ستور لان اسهل التواصل معهم كان اسهل. طبعا كان في شروط ورفضوني 3-4 مرات. ليش؟ لان على الاسم وعلى الكودينج في ساعات ان الكودينج يكون وايد مشابه لالعاب ثانيه او الاسم كان شويه اسمه غير، المسمى كان وايد قريب من لعبه ثانيه. فالليفلز كانت سهله جدا او صعبه جدا. نعم. فكان لازم اغيرها لان الليفلز قاعد يعلمونك. اي علموني. نعم. انا شنو ملاحظاتهم ملاحظات. فعلى أيه. ما نرد أريد أنا لازم أريد أنا أسوي الليفلز لأن كل ليفل موجودة بشاورما سماش أنا مسويتها بالمستوى. وما استسلمتي؟ لا ما استسلمت لأن قاعد أقول هم اللي قاعد يوضحوا لي شنو يبون. صح.
فحتى انا اقول حق رفيجاتي واقول حق اهلي نعم. راح تعرفون اني انا مسويتها، انا مولوده مارش 27 نعم. على ليفل 27 الليفل شكل ان على حسب قلت لهم بين هذا الطابع راح تقدرون إيه انا اني نعم. انا مسوي اللعبه نعم ما التوقيت وبعدين المستوى الثاني شلون اي فلين خلصت انا وافقوا كذي نعم. ابل ستور شوي كان اصعب لان طلباتهم اكثر الدفع لهم كان اكثر 99 دولار سنويا مع جوجل بلاي كان 25 دولار سنويا نعم. يعني شوي اغلى يعتبر نعم. اي يعتبر اي ففكر يعني لازم نشوف شنو يبون بس انه صار اسهل يوافقون جوجل لان اذا ابل ستور يوافق لان جوجل بلاي يوافق بس مو معناته ان جوجل بلاي يوافق ابل ستور راح يوافق اكيد بس لين وافقوا انه حسينا اوه بعدين صارت لنا مشكله شنو؟ انه كان في ون اوف ذا ليفلز مو راضي تطلع كنا لازم نرد نشيلها ورد اعدلها ورد يعني انه صعوبه والله يعني الموضوع مو سهل اي لا الموضوع مو سهل مشواره طويل لكن في النهايه شلون اصداء اللعبه والناس لما لعبوها شلون كانت ردود الفعل؟ احنا طبعا سوينا اول شيء بيتا تيستينج خلينا ناس مجموعه يعني انه مجموعه برايفتلي تنزل اللعبه انه يجربون اللعبه ويشوفونها ويعطون يعني نصائح او يعني الكومنتس شنو لازم تصلح في اللعبه نعم طبعا اول ما سوينا البيتا تيستينج كنت حيل مستانسه الحين ابي يعني احد غيري وغير زوجي وهذا يعني راح يلعب يعني حيل استانست فطبعا تيلي الكومنتات انا شلون اغير شنو لازم احط شنو يبون او اذا ليفل وايد سهله لان انا طبعا كل ما اسوي ليفل انا اجربها نفسي اشوف اني اذا اقدر اسويها ولا لا بس اجان مخي اللي يسوي اللعبه فبالنسبه لي راح يصير سهل جدا اني انجح لازم غيرك فلازم اخلي غيري صحيح. واحنا الحين بنطلع فاصل وممكن نزل اللعبه هذه الحين بس عدنا بها مجانا اي لا هي مجانا اصلا الله يعز الكويت والله زين فاصل ان شاء الله راجعين مع نوفا العطار اذا مكملين وظيفتنا نوفا العطار اول فتاه كويتيه تصمم تطبيق شاورما كراش سماش انا مصرة نعم قبل الفاصل نوفا قلتي ان اللعبه مجانيه اي وين الربح بالموضوع؟ الربح يكون اللعبه اللي تنزلينها يصير فيها ادفرتايزمنتس دعايات كل ما اي دعايات هي الدعايات اوتوماتيكلي تكون من الابل ستور او الجوجل بلاي حق دعايات حق العاب ثانيه فمنها خلال الدعايات جنريتس ماني يعني الدعايات بس يعني هل هم اصحاب الدعايات يختارون لا هي جنريتس اوتوماتيكلي نعم. اي نعم. إيه. وبعد في شغلات ثانيه قلتي كانها حاطه مثل الاعلانات كذي اشكال معينه اي حطيت اشكال معينه نعم. داونلود الروبيز عشان نعم. تروحون مراحل اسرع نعم هذه تشترونها من الابس من الجيم نفسها نعم. تشترونها نعم. إيه. فيعني هذه كلها الطريقه وهل هي بالنسبه لك مردود زين في ربح لها للحين ما سويت 4 دولارات نعم. بس اي بس لان تو نعم. ما صار اللعبه ما صار لها شهر طالعه تو جديده يعني. بس وصلنا 11 دوله نزلتها الكويت الاردن مصر الفلبين امريكا ارجنتينا نعم فن يعني حتى دول ما اعرف ايه سمارت ان انت او من الذكاء انك اخترتي كلمه شاورما الحين هذا المسمى صار علني اي كلمه يعني كل دول يعرفون معنى هذه الكلمه صح لا هي موجوده يعني حتى اذا رحت برا الشاورما يسمونها كباب اي صح بعد اللعبه الجايه يسمي كباب اي كباب اصلا عندنا كباب بعد باللعبه عندنا صيغ كباب موجود كل شيء موجود احنا كان الحين قاعد نشوفها المساعة كانت على الشاشه فطريقه ان تنقل واحنا إيه؟ ترى نستانس يعني لما نشوف ابراج الكويت نشوف الحمراء بعدين نشوف برج خليفه إيه؟ ونشوف المعالم هذه كلها فانت إيه؟ فعلا قاعد تساهمين بالثقافه ممكن نسميها سياحيه صح. احنا الحين ايضا بعد طبعا راح نكون يعني دشينا في موجه السياحه في إيه؟ في بالكويت يعني فممكن تقدمين هذه يعني كاعلانات كشيء كذي بالنسبه صح هذا اللي احنا بعد قاعد نفكر فيه يعني نسوي اعلانات اكثر نعم. لان بعد في العاب ثانيه قاعده افكر فيها عندي نوت بوك بالبيت ايش كبرى في انا مو رسامه بس انا احاول ارسم واحط الايديز اكتبها يعني انا واحاول يعني تو اكسبلين تو ماي سيلف انا شنو ابي بالضبط ممتاز. بعدين لان ات ذا سيم تايم اي هاف تو افهم الجرافيك ديزاينر شنو ابي بالضبط فاطرش له الاصور بس هو يمكن ساعات يبي يسويها بطريقته نعم. فلازم افهمه لانه هو مو بالكويت فان كل شيء عبر الاونلاين طرش له صوره افهمه طرش له صور اللي انا شراسمته ويقول لي انت ما تعرفي ترسمين ما اعرف هذا مو شغله شكلي مو شغلي لكن تمكنت اي يعني نحاول فن عندنا كذا لعبه قاعد نفكرها ان بعد نسويها
يعني تخص الخليج وتخص دول العرب وتخص الكويت بعد. ممتاز. هذا اللي نشر الثقافة. وما شاء الله يعني أنت لأن قارئة وتحبين القراءة ودائما القراءة تفتح العقل. يعني أمس كان ضيفنا القدير سامي النصف أيضا يعني من كثر القراءة أبدع الرجل. فأنت أيضا يعني هذا الإبداع كله يالك من حبك وعشقك للقراءة. صح. أي أتوقع لأن كنت أقرأ من عمري 7 سنين. يعني كنت أقرأ بهبل يعني اقرا كنت عادي اهد كتب الدراسه واقرا يعني انا لا بس ابي اقعد مو بس روايات كنت ابي اقرا عن كل شيء كل مجالات اي كل مجالات فكنت اقرا عن كل مجالات الفكره هذه نوفا كانت حلم ولا جات صدفه؟ صدفه كل يعني قلت من البدايه يعني انا كلش ما كنت يم التكنولوجيا كلش ما كنت يعني يم الجيمز يعني فجأة أني يعني قعدت أفكر أنا أصلا كان ميولي كان وايد بزنس يعني أفكر أنا كنت أبي أسوي شيء تجاري بس ما كنت أعرف شنو يعني أول شيء فكرت ميك أب فكرت لا يعني بعدين فكرت طبخ لأني أحب أطبخ نفس ما قلت لك ساعة يعني أحب يعني فأنا قعدت أفكر بس شنو أقدر أسوي يعني أقدر أسوي بس ما في جهد زيادة فنفكرت ولين وصلت للمرحلة أنا لا بسوي جيم في جهد لان كل الجهد علي انا اللي قاعده قدام الكمبيوتر اللي رفيجتي يقول علي ما نشوفك انت وينك انا بالبيت قاعده جاب الكمبيوتر عندي 2 مونيتورز قاعده بجابته وقاعده احرك وتنصحين نوفا تنصحين يعني كل بنات الكويت بان اذا عندكم حلم عندكم انجاز انه يعني خلي يصير عندكم اصرار لتحقيقه اي لا جو فور ات when you have a dream go for it when you have a goal accomplish it يعني لا يعني نو دو وات يو كان امشي ورا 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 حلمك وقاعد تشوفين ما شاء الله السوق الكويتي الحين هني صاروا شابات الكويت يعني وبنات الكويت يعني عندهم مشاريع اكثر من الشباب سواء كان المقاهي سواء كان مثلا التجميل والامور هذه صح قاعد تشوفين الموجه اي قاعد اشوف الشيء وصحيه يعني كل من يعني الفاشن المطاعم اللي قاعد تنفتح يعني لدرجه قاعد يوصلون العالميه فان هذا شيء وايد مهم صح عندك طموح العالميه بالجيمز رايت ناو لا لان الجيم اتس فوكس كلش على دول العرب طبعا يعني الحين الغرب يحب الشاورما والحمص وايد معروف فيها فانت بالضبط انت قلتي ان اللعبه وصلت يعني قبلوها بامريكا فان بدون يعني لا اطمح هو اوريدي وصل يعني اتوقع اي انسان يعني لو كان كاتب او ممثل او يعني شنو طموح يعني وين هو يشتغل شنو مجاله يبي يوصل يعني تو ذا اكستريم ايش كثر خذ منك المشروع وقت؟ 7 أشهر المشروع نفسه بس سنتين دراسة على شلون أنه ودراسة مو رحت الجامعة أدرسها لا دراسة سيلف تاوت أنا قاعدة أعلم نفسي وزوجي قاعد يحاول يفهمني أنه شلون الكودينج هابنز اللي عرف بالكمبيوتر والكودينج في فوق 100 لغة بالكودينج سيستم أنت عندك استعدادات من قراءاتك السابقة فعندي استعداد بس أنا على ما يعني يصير استيعاب أنا لا هذا يعني شيء جديد علي يعني أنا كنت أعرف أكسس هذا كان حق أكاونتينج لأن تخصصي بزنس مانجمنت ما خذينا بالمدرسة إيه أنا أقرأ لي بالصدق أنا اللي أقوله ما خذيته بالمدرسة زين أقري عنه والمصطلحات اللي يستخدمونها أو يعني لغة الإنجليزية عندي قوية بس المصطلحات المستخدمة علمية يعني علمية فلازم الديكشنري يمي أقعد أفهم شنو بالضبط اللي قاعد قال أشوف فيديوهات على اليوتيوب جهد كبير وأقعد أقرأ وأكتب الحين عندك الخبرة خلاص أي عندي الخبرة يعني أي تصميم لأي لعبة جديدة ما راح ياخذ منك لا ما راح ياخذ جهد كثر اللي خذا توقعنا بأنه شيء سهل لكن بينتي بأنه هو يعني في جهد ما توجهتي إلى المشروعات الصغيرة يعني هذا مشروع مكلف يعني سنتين دراسات وبحوث وتصاميم ما رحتي إلى المشروعات الصغيرة لا ما أصلا ما حد كان يدري عن اللعبة فما توجهت حق أي أحد يعني غير زوجي فما حد كان يدري والرأس المال اللي استخدمناها على اللعبة كانت قليلة جدا لأن كنا بس نحتاجها أحد يصمم الديزاينز نعم انا عندي ما يعني ما بيمدح نفسي بس عندي التالنت استخدم الكو يعني تو دو ذا كود واصنع اللفظ موهبه بس اول اي نيدد تو امبلوي سم ون يسوي الجرافيك ديزاين صحيح فانا على ما لقيت احد على يعني على نفس التفكير على نفس المزاج على نفس لين لقيت الشخص انا يقدر يسوي فما كلفك يعني مبالغ كبيره لا ما كلف مبالغ كلفها جهد كبير جهد اكثر من المبلغ نفسه يعني ما اعتقد ان انت بحاجه لجهه انها تتبنى المشروع هو مجرد متعه شخصيه انت قاعده تمارسين اي يعني ما لاس اذا في يعني احد يبي يتبنى انه يعني يبي يحط محله فيه او يمكن يعني في اشياء يعني انا في ريكومنديشنز يبوني احط
معالم ثانية فيها ما عندي أي مشكلة. نعم. شلون يصير طريقة الاتصال فيك؟ عندي إيميلي موجود على الانستغرام. الانستغرام انستغرامي وانستغرام البزنس اتسلف. نعم انستغرام شنو تقدر تقولينا بشكل سريع؟ انستغرامي نوف عطار 27 وانستغرام البزنس دارك فيلد ماتريكس. دارك فيلد ماتريكس لانه هو اسم الشركه اللي هي انا عندي شركه في امريكا. نعم. فهي اللعبه تحت الشركه. نعم. موفقه ان شاء الله يا رب. كل التوفيق لك يا نوفل عطار على هذا الانجاز. ان شاء الله راح ننزل اللعبه. ان شاء الله. بس انا قلت انت الحين شوقتينا على الشاورما، نبي نخلص البرنامج نتعشى بعدين ونروح ناكل شاورما. الصراحه كل من يقول شيء يلعب اللعبه يشتهي شاورما. يعطيك العافية. الله يعافيك. مشكورين. نعم راح نطلع فاصل ومكملين إن شاء الله ما تبقى من حلقة اليوم.